نمشي عدت لقاء واحد من الأهوان. بعد ما تأكد من الهوية كل واحد تأكد من الهوية على الآخر، سقسى جانشا عن محبوبته. قال له على بالي بلي تحبك محبة عظيمة. وقالت البابا ويما بلي تحبك بزاف وبلي انت تحبها بزاف، وكان يسكنوا في القرية يحبوك على جلها. فطب نفسا وقر عينا هذه شابة. ومن بعد كرفتو هذاك المارد وده على كتافه وراح به وسار به لحتى القلعة. قال لك كان لقاء الحبيبين هذه شمسة وجانشا، معمر بالمشاعر والعواطف المحمومة. هذا الشيء اللي احنا ما نعرفوش. المهم المحمومة قالهم جانشا اللي عانيت وتمرمت صرتو كي كانت بعيد عليا، وخليت عائلتي وخليت بابا في الحرب، وكانوا قريب يغلبوا وخليته يعني ملكوك مع الهنودة وهربت. ومن بعد هديك الطريق اللي شفت فيها العجب، ومن بعد قتلوا يماها. ان شاء الله تعالى في الشهر الجاي نديرو العرس ونقلبوها ونزوجوك بها، ومن بعد هديك ترجع لبلادك ونعطوك 1000 مارد من الأعوان تاعنا. ولو كان انت يا قتل أصغر واحد فيهم باش يقتل الملك كفيد هذاك ملك الهند وقومه، قتلو يديرها في لحظة واحدة. وفي كل عام نرسلو ليك قوم، إذا أمرت واحد منهم بإهلاك أعدائك يقرمشوهم في دقيقة. المهم كخلص الشهر تزوجو وجهز لهم باباها بنك كبير من الذهب الأحمر ومرصع قلك بالدرر والجوهر، فوقه خيمة كبيرة من الحرير الأخضر منقوشة بسائر الألوان، مرصعة بنفيس الجوهر يحير فيها الناظر. يا سلام. ووصى مجموعة من المرادة باش يحملوا هذاك البنك ويروحوا به لبلاد كابل عند بلاد هذا تيغموس. المهم هذا تيغموس كان تعرض للهزيمة كبيرة، ألور بقى داخل بقى مخبي داخل أسوار المدينة تاعو، وكان الملك هذاك ملك الهند والجيش تاعو حاصروه حصار خانق. اضطروا ما خلى يطلب الأمن من ملك الهند، وبك ملك الهند قال له ما كاش تربح تخلص عليك مال. حتى هذاك الملك تيغموس فكر ينتحر وبدا يودع في الأسرة تاعو والأعوان تاعو والجيش تاعو. قبل ما يكمل التوديع قالوا له الممالك تاعو بلي وليدو راه هابط فوق سطح القصر وفي واحد البنك كبير، ومن الناحية الأخرى صدموا المرادة اللي جابوهم معاه على الجيش الهندي وكرمشوهم. قال لك المارد الواحد يحمل 8 فيالة ولو 10 ويقطعهم ويرميهم هكا يرمي بهم. وداو هذاك الملك كفيد أسير مربوط بالأغلال ورموه في السجن البرج الأسود. وفي العرس الثاني اللي داروا في الملك في مدينة الملك تيغموس أطلق صراعه وأعيد إلى بلادي على أن لا يعود إلى مثلها. كمل هذا الشيء هكا جانشا البالوقية وهو قاعد بين القبرين ويبكي. المهم نعود نقول البالوقية ولا نبقى في جانشا؟ جانشا خلصت حكايته دوكاتيك البالوقية واش صرا. شحال من عام يروحوا بين كابل وقلعة جوهر كني تكني وهم ممانيين وعايشين لابال في. المهم فهاد النهار وين كنا راحت شمسة واللي رفقوها فهاد البلد
تسمعوها في الفيديو الجاي إن شاء الله.